أربعة أسرار لم يتم الإفصاح عنها إلى الآن في ون بيس. حكومة العالم. حكومة العالم هي منظمة مكونة من الجيروس الخمسة، وهم الذين يقودون العالم ويدخلوا راية 170 مملكة مستقلة، وهم من الخمس القلائل الذين يعرفون حقيقة القرن المفقود. جزيرة رافتل، آخر جزيرة في العالم الجديد. هذه الجزيرة لم يطهها حتى الآن إلا روجر وطاقمه، وهذا المكان الذي وضع روجر فيه كنز الون بيس. إرادة الدي، يرتبط كل من يحمل حرف دي في اسمه بصفات مشتركة، منها الإرادة القوية والعزيمة وعادات الأكل الغريبة وعدم الخوف من الموت والقتال حتى النهاية، وما ظهر جليا لدى مما يحمل هذه الإرادة، الابتسامة عند الموت. كنز الون بيس، يكفي قولنا أنه سبب بداية عصر القراصنة الجديد، وهو الكنز الذي تركه روجر في رافتل، واسم الانمي مأخوذ منه. وما يزيد الطين بلة أن معنى كلمة ون بيس هي القطعة الواحدة.